من رام الله ينضم إلينا أستاذ عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ عصمت بعد التحية، بداية أبدأ معك بهذا القرار بحظر الأونروا. سؤالي لن يكون عن التداعيات، لأن التداعيات بالطبع ستكون كارثية ستستخدمه إسرائيل لاستكمال مجازرها بشكل وبآخر، لكن سؤالي سيد عصمت، كيف تجرأ نتنياهو إلى هذا الحد؟ صباح الخير وتحياتنا لكم. بالفعل أولا التداعيات أبعد من ذلك بكثير، هي تتطلع إلى شطب قضية اللاجئين كليا، وهذا حلم إسرائيلي قديم. الأونروا صلاحيتها تنتهي بعودة اللاجئين إلى بيوتهم التي هجروا منها، هذه الكلمة لوحدها كافية أن تجعل إسرائيل تكون بكل ما يمكن من أجل شطبها. ولكن لماذا تجرأ نتنياهو فعلا؟ هذا السؤال يجب أن يطرحه المجتمع الدولي والعالم وضمير كل إنسان على نفسه. هو لا يكتفي بالجرائم على الأرض بتدمير كل منشآت الأونروا وكل البنية التحتية التعليمية والصحية والإنسانية في قطاع غزة، بل فعلا وصل الأمر إلى أن يتخذ قرارات ليس فقط تدوس القرارات الدولية والمجتمع الدولي كما كان يفعل دائما في كل المرجعات الدولية، بل حتى تتحدى الأمم المتحدة نفسها. هذا القرار حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على كل حال، وهذه مفارقة من تداعيات اتخاذه. قالت أنكم أنتم تتحدون منظمة دولية تمنعون عمل وتحاربون ذراع من أذرع المنظمة الدولية وأحد مؤسساتها، وهذا يهدد بالشرعية إسرائيل والأمم المتحدة ربما تنقلب عليها، ومع ذلك تجرأ، لأنه نتنياهو الآن لا يقيم أي وزن للمجتمع الدولي، لأنه على مدى 13 شهر يقتل، يدمر، ينسف، يرتكب مجازر، يعدم الناس ولا أحد يحاسبه. ولذلك وجد أن الأمر يمكن أن يتقدم خطوة أخرى وخطوة أخرى وخطوة أخرى إلى أن وصل به الأمر إلى هذا الحد. لذلك مسؤولية المجتمع الدولي الآن، مسؤولية الأمم المتحدة، أن تضع حد لنتنياهو ولإسرائيل، وأن تعيد النظر في عضوية إسرائيل، ليس فقط بسبب هذا القرار، بل بسبب أنها دولة ومجتمع فاشي لا يقيم أي وزن للقانون الدولي وللقرارات الدولية. نعم سيد عصمت، لكن هل هذا بالأساس أمر مطروح، أن يتم حظر منظمة منوطة بغوث وتشغيل لاجئين؟ هل هذا بالأساس أمر مطروح؟ هذا الأمر أصبح واقع في إسرائيل الآن. هناك قانون في الكنيست يحظر هذه المنظمة الآن، هذه المنظمة التي افترض أنها أنشأت بقرار دولي، تعبر عن إرادة دولية، تحاول أن ترفع ظلم تاريخي أو على الأقل أن تساند المظلومين والذين عانوا من الاقتلاع من بلادهم إلى أن يعودوا إليها، أصبحت محظورة في إسرائيل. نعم، حتى أن الولايات المتحدة كانت قد الأمم المتحدة كانت قد مدت الولاية للأونروا حتى عام 2026. الآن السؤال هو فعلا السؤال، هل وهذا القانون يتجدد كل عام، تفويض الأونروا يتجدد بشكل دوري، السؤال الآن هل سيكون قوة في العالم أكثر لقانون في الكنيست، كنيست عنصري فاشي يسيطر عليه اليمين، أم لقرار دولي؟ من له نفاذ أكثر؟ هذا هو التحدي أمام الإنسانية الآن، وأمام المجتمع الدولي، وأمام مصداقية المؤسسات الدولية. هل يسري قرار الكنيست على العالم؟ وهو كنيست نرى تركيبته ونرى فاشيته ونرى تشريعاته لكل القوانين التي تميز حتى داخل إسرائيل نفسها، قانون القومية وغيرها من القوانين التي تميز ضد الفلسطينيين. هل قانون كنيست يسري على العالم وقانون دولي ومؤسسات دولية لا يسري قانونها على إسرائيل؟ هل إسرائيل فوق المجتمع الدولي وفوق العالم؟ هذا السؤال يجب أن يسأل العالم، وهذه لحظة اختبار على كل حال لهذه المؤسسات. الذي كنت أريد أن أتوسع به أن الخارجية الإسرائيلية عندما طرح القانون وقدموا عضو كنيست اسمه بوسمت، وهو متطرف وحاقد ومن أصول فرنسية، ودائما هو من الذين يتملقون لنتنياهو، عندما قدم هذا الاقتراح وقفت وزارة الخارجية الطواقم المهنية والقانونية
في وزارة الخارجية الإسرائيلية وقالت لنتنياهو، قالت له هذا القانون إذا أقر سيسحب الشرعية عن إسرائيل، ربما يدفع الأمم المتحدة إلى مقاطعتها، ربما يقود إلى إخراجنا من المؤسسات الدولية ومقاطعتنا في العالم. يعني حذروا، ومع ذلك أدار ظهره للعالم وحتى توصيات المهنيين في وزارة الخارجية. واضح أن الغرور وجنون العظمة وصل بنتنياهو إلى هذا الموصل، ولذلك على العالم أن يقف أمام هذه المحطة بكل نعم. لكن حزم. سيد عصمت، هل برأيك من الممكن أن ترفع الولايات المتحدة يدها عن إسرائيل إذا استمر نتنياهو بهذا التعنت حتى وإذا كان لفترة؟ يعني هل من الممكن أن تفرض ربما سياسات عقوبية أو ما إلى ذلك على إسرائيل؟ يعني هذا ليس انتهاك، هذا تحدي سافر لكل المنظمات والقوانين الدولية، يعني هو تخطى فكرة الانتهاكات. صحيح، هذا يعني كأنه يضع إصبع في عين العالم ويتحداه. يعني هذا ليس فقط إنه إدارة ظهر واستخفاف، هو يقول العالم أنا أتحداكم، يقول منظمة مثل الأمم المتحدة أنا لا أراكم ولا أجد أي اعتبار لأن أحترم قراراتكم. ولذلك أنا يعني أعتقد إنه إذا راهن على الولايات المتحدة لن يكون لها موقف ضد نتنياهو وضد إسرائيل، بل على العكس، الولايات المتحدة هي شريك إسرائيل، وربما هي التي تعطي هذا الغطاء والمظلة لإسرائيل لتنتهك القانون الدولي ولتتحدى المجتمع الدولي. والمطلوب هو الآن أن يتخذ قرار ضد إسرائيل، أن يخيرها بين إما أن تحترم القانون الدولي أو أن تكون خارج هذه المنظمة. قبل أسابيع حصل جدل بين نتنياهو والرئيس الفرنسي كما تذكرون ماكرون، وقال ماكرون لنتنياهو أنتم أنشئتم بقرار من هذه المنظمة وعليكم أن تحترموا قوانينها. ماذا رد نتنياهو؟ قال نحن لم ننشأ بقرار من المنظمة الدولية، نحن نشأنا ببطولة جنودنا. هو يعتمد على منطق القوة التي يسميها بطولة، منطق المجازر. هو اليوم في خطابه في الكنيسة استذكر 48 النكبة أو ما يطلق عليها حرب الاستقلال، وقالوا هذه حرب استقلال التي يخوضها الآن. والعالم يذكر أن هذا القرار الذي نتحدث عنه والمنظمة التي تحاول أن تبيدها إسرائيل وأن تزيلها الأونروا هي نشأت بقرار نتيجة تلك الحرب التي هجر فيها 700 أو أكثر من 700 ألف فلسطيني، الآن هم يشكلون ملايين اللاجئين، ودمرت فيها حوالي 400 قرية وأزيل مجتمع كامل وحدثت النكبة. إذن هو يتباهى بهذه المجازر. نعم. طيب سيد عصمت، بالانتقال أو أنت ذكرت في حديثك على أن نتنياهو ربما أصبح منتقدا الآن من قبل الجميع، تصريحات يائير لابيد المعارض هذه المنتقدة لنتنياهو ووصفه للحكومة بأنها حكومة الدمار والخراب، يعني برأيك ألا ينذر هذا ربما بتغيرات عسكرية في الفترة القادمة بإسرائيل؟ يعني أولاً لبيد إنسان منافق، وهو لا ينتقد جرائم الجيش وما قامت به الحكومة، هو يعني عندما يقول خراب ودمار يقصد داخلي، له نعم. علاقة بداخل إسرائيل وليس الفلسطينيين ولبنان وحتى وصولاً إلى إيران واليمن والعراق، هو لا يقصد ذلك. لكن أنا ألاحظ في الأسابيع الأخيرة أنه بدأت المزاج العام المؤيد للحرب يتراجع في إسرائيل. صحيح أن شعبية نتنياهو تزداد والتأييد له ولحزبه يزداد، لكن العالم يعني والرأي العام في إسرائيل بدأ يتساءل يعني متى يمكن أن تنتهي هذه الحرب. نعم، حتى أنا يعني وزير المالية بتسليل سموتريتش قال أن هذه أطول حرب وأكثرها تكلفة، وبالتأكيد فتح أيضا جبهات جديدة مثل هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على إيران، هذه ستزيد من التكلفة. إذن كل المؤشرات سواء كانت يعني سياسية أو اقتصادية تشير إلى أهمية وضرورة وقف الحرب، لكن نتنياهو ربما يعني ليس لديه أي فكرة أو أي خطة لليوم التالي بأي شكل من الأشكال. هو يمنع النقاش في اليوم التالي، هو ليس فقط يرفض بل يمنع داخليا الجيش والمنظومة الأمنية، ويمنع الولايات المتحدة من أن تفكر في هذا الأمر أو أن تتقدم خطوة بهذا الاتجاه. أذكرك أن جالانت وزير الجيش الإسرائيلي
قال قبل يومين أو الأمس أن القوة ليست هي يعني كل شيء، وأن هناك أهداف لا يمكن تحقيقها بالقوة، وأنه يجب في النهاية أن نسعى إلى حوار، وأن نذهب إلى تسويات، وأن نذهب إلى حلول، وأن ننهي هذه الحرب. هذا جرانت هو رأس هرم المنظومة الأمنية، هو يعبر عن المنظومة الأمنية ككل، الموساد والشباك والجيش وكل أذرع الأمن الإسرائيلية. وهي فعلا وجهة نظرها الآن أنه بعد 13 شهر، بعد هذه الكلفة العالية بشريا واقتصاديا، آن الأوان لأن نسعى إلى إنهاء هذه الحرب.